يختار سكان العاصمة الروسية موسكو هذا الأحد عمدتهم في سباق انتخابي ينظر إليه على أنه نقطة تحول في السياسة الروسية، رغم اعتقاد الكثيرين بأن النتيجة هي تحصيل حاصل لصالح عمدة المدينة المنتهية ولايته سيرجي سوبيانين، والذي يعد الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدم سوبيانين بنسبة تزيد عن 60% في الوقت الذي حصل فيه أقوى منافسيه النشط السياسي أليكسي نافالني على نسبة تقل عن 20%. يذكر أن نافالني حكم عليه في 18 من تموز يوليو بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بعملية اختلاس، ووصف أنصاره الحكم بالعقاب السياسي لدوره في تنظيم احتجاجات حشدة في العام الماضي ضد بوتين، وجرى الإفراج عنه في اليوم التالي بكفالة مالية. البعض رأى أن إطلاق سراح نافالني كان فقط لإطفاء الشرعية على العملية الانتخابية. يقول هذا المواطن من سكان موسكو، إذا كان الفائز سيحصل على 60 إلى 70% من الأصوات، ذلك يعني أن الأغلبية الساحقة من سكان موسكو قد دعمته. ما إذا كانت النتيجة أقل من ذلك، فسوف تظهر أن الزعيم ليس لديه دعم قوي. هذه السيدة تأمل بالتغيير كزيادة معاشات التقاعد وأن تكون الرواتب مستقرة وتقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من رياض الأطفال كي يتسنى للأمهات العاملات وضع أبنائهن فيها حسب ما تقول. يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات التي سيحق فيها لسكان موسكو انتخاب عمدتهم، حيث أن المنصب كان يتم شغله بالتعيين منذ العام 2004.